صباح الخيرات من جديد، وصلنا وإياكم إلى محطتنا الأخيرة من مشوارنا الصباحي في برنامج صباح الخير وحديثنا الحالي عن تغطية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن الناحية الإعلامية الرقمية كيف ننظر إلى أخلاقيات هذه التغطية وما هي أنواع المحتوى التي يجب أن نؤكد عليها أو ممكن أن يعني نؤثر من خلالها بصورة ناجحة وبصورة قوية ونحافظ على وتيرة هذا المحتوى وعلى وتيرة هذا النشر. كل هذه التفاصيل حاضرة وإيانا مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي الباحث والمختص في الشأن الرقمي السيد صدقي أبو دهيري. سعد صباحك صدقي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم، صباح الخير لجميع المتابعين والمستمعين، تحياتي لك. أهلا بك. يعني صدقي بصراحة البعض قد يجهل والحديث عن التغطية الإعلامية خاصة إذا ما تحدثنا عن أخلاقياتها، يعني هل يعني يمكن أن يكون هناك سؤال، هل هناك أخلاقيات للتغطية الإعلامية الرقمية تحديدا؟ وبالتالي ماذا نقصد بالأخلاقيات عندما نتحدث عن تغطية إعلامية، وتحديدا أهمية هذه الأخلاقيات إذا ما تحدثنا عن هذه التغطية إن كانت رقمية وليست التغطية التقليدية معتادة سواء على شاشات التلفاز أو على الراديو أو أي منصة تقليدية أخرى؟ نعم صحيح، الأخلاقيات على المحتوى الرقمي لا تبتعد كثيرا عن أخلاقيات النشر واستخدام الصورة والكتابة والقلم أو الفيديوهات في مجال الإعلام والصحافة، لكن المعظم يعتقد على أن استخدامي للكاميرا بدون روابط بدون قوانين بدون شروط يؤدي إلى أن لكسر فكرة الأخلاقيات أو المسودة مدونة السلوك التي لابد من اتباعها. لكن في ظل الأحداث والصراعات بشكل عام تحدث بعض الخروقات، وخروقات كبيرة جدا، لكن في الحرب التي تدور الآن على قطاع غزة لابد أن يكون المحتوى الرقمي أخلاقيات مهمة جدا فيما يتعلق في نقل المحتوى، في نقل ما يجري من الواقع، في نقل ما يصلنا نحن في الضفة الغربية. عندما تأتينا الصور تختلف تماما من صور وفيديوهات، وبين قوسين نستخدم المصطلح الرقمي ريد أو السوريات، تأتينا مختلفة عما يتم نشره على المحطات الرسمية. لكن إذا بدنا نتحدث عن هذه الأخلاقيات لابد مراعاة الدقة والموضوعية، يعني يجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها أو حتى قبل تأكيد هذا الخبر إذا كان واقع أو لا. اثنان، احترام الخصوصية الأفراد وعدم نشر صور أو معلومات شخصية، وجوههم، إصاباتهم، دمهم في الحالات اللي يكون فيها هدم أو قتل، أو صحيح الصورة لابد نشرها لكن بطريقة إعلامية رسمية من خلال محطتكم، من خلال إذاعتكم، من خلال منصاتكم تقومون بنشرها هبه بطريقة صحيحة، بطريقة إعلامية ومهنية. لكن هل المستخدم الرقمي يفهم هذه الخصوصيات؟ حتى كمان موضوع التحقق من المصادر، بعض المصادر أو بعض الفيديوهات أو بعض الصور تأتي من غير مكان صحيح وغير موثوقة، مما يؤدي إلى الشائعات والأخبار الكاذبة. مقاطع الفيديو تحديدا دعني أركز عليها، من أكثر أشكال المحتوى تأثيرا للمشاهد. يعني إذا بدنا نقول عدد أو كمية، طبعا ما عنديش عدد، لكن كمية التأثير التي أصابت المشاهد الفلسطيني تحديدا ثم المشاهد العربي قامت بتأثير عالي، وأسلوب وسلوكيات أثرت على المستوى الشخصي، أثرت على الحياة الشخصية، أثرت على العمل، أثرت على الطعام، أثرت بسبب ما تم رؤيته من هول مناظر كانت في تلك الفترة. نعم صدقي، أحيانا يعني خاصة في جزئية الأخلاقيات يعني ندرك تماما مدى يعني وجوب احترام خصوصية الشخص المصاب أو حتى الشهيد خلال التقاط الصورة له ونشرها عبر ممكن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من ناحية أنه يمنع يعني حتى القوانين الدولية ومدونات السلوك الدولية تنص على يعني احترام شخصية الشهيد أو المصاب بعدم مثلا إظهار الإصابة البالغة في جسده أو ما إلى ذلك. وبالتالي يكون السؤال أنه
كيف يمكن للعالم أن يدرك حقيقة ما يجري إذا لم ننقل هذه الصورة بهذا الشكل أو بهذه اللقطة أو بهذه الزاوية من الصورة؟ وبالتالي كيف يمكن أن نعلق على هذه النقطة وهذه الجزئية؟ وفي المقابل وأكمل في المقابل تجدين الطرف الآخر من الاحتلال يقوم بنشر فيديوهات فيها نوع بين قوسين هلالين الإغاظة للمجتمع الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، يخلق الكراهية من التصرفات ومن هدم المنازل وتفجيرها وسرقة أموالها ومحتوياتها ومقتنيات المواطنين في قطاع غزة، أو طريقة استهدافه بشكل مباشر ويقومون بإصابة بعض الفتيان من خلال إصابتهم بالرصاص، أو بطريقة تعذيبهم والتلذذ بذلك. هذا الأمر يجعل الكيل بمكيالين عند منصة ميتا، والكيل بمكيالين عند العالم الحر إذا بقي العالم الحر. فنحن نحاول أن نقول للعالم هناك جلل كبير، هناك حدث كبير، هناك مصاب كبير، لكن إذا قمنا بنشرها سنكون اخترقنا أو ابتعدنا عن مسودة أو مدونة سلوك استخدام الإعلام بالطريقة الصحيحة من خلال التقارير الإخبارية أو المقاطع الصحيحة الإعلامية من خلال الإجراءات الصحيحة. لكن بالمقابل أعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي العالم الرقمي تجاوز مرحلة أنه نحن نقوم بعدم لا نمتلك أخلاقيات في تلك المواد. نعم. لماذا؟ لأن أعتقد أن المسيرات التي طافت وجابت الدول العالم من الدول التي ترفض هذا القمع، ترفض هذا الاحتلال، ترفض هذا العدوان من القتل والدم والدمار للنساء والكبار السن والأطفال، أعتقد ما حركهم هو هذه المقاطع. نعم. ما قام بإيصال صوتهم بشكل كامل للجهات العليا السياسية التي تقوم بمتغيرات ربما تساهم كمواد فاعلة في ذلك، هذه المقاطع. لكن مدى حجمها، هل نجحنا؟ هل استثمرناها بالطريقة الصحيحة؟ السؤال اللي طرحته أو الإضافة اللي طرحتها في الجهة المقابلة، أو قام مستوطن بقتل أو بحرق مركبة أو باعتداء على أرض فلسطينية، على أرض زراعية أو على مزارع أو 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 على شارع، لا يعد هذا خرقا لسياسات ميتا، لا يعد طبعا بشكل غريب طريقة التناول في هذا الموضوع. في المقابل الفلسطيني لو قام بنشر اعتداء قطاع من المستوطنين بصورة فيديو انه هاجمين يعني فقط، هذا يعتبر مخالف لسياسات ميتا. فأعتقد نحن نحارب ميدانيا طبعا، ونحارب رقميا ايضا. نعم. السؤال الاهم صدقي بصراحة، مع بداية العدوان كنت خلال هذه الإطلالة تحديدا تحدثت من الناحية الرقمية ومن الناحية الإعلامية عن نجاح المحتوى الفلسطيني ونجاح المنصات بنقل الصورة وبنقل الواقع، وهذا ما لمسناه من خلال ممكن تضامن العالم، المسيرات الحاشدة، وحسب ما تفضلت فيه أيضا قبل قليل في حديثك. السؤال الأبرز حاليا أتي بذات السياق وبذات النهج بعد مرور ما يقارب 5 شهور على هذا العدوان، هل نحن بحاجة إلى الاستمرار بنفس الوتيرة، أو هل نحن بحاجة إلى تغيير في هذا الأداء الإعلامي حتى نحافظ على قوة الرسالة، نحافظ على نجاح إيصال الرسالة بصورتها الحقيقية، أو قد يكون هناك تطوير على هذا الفهم وعلى هذا الوعي الذي أصبح موجودا لدى الكثيرين من سكان دول العالم؟ أنا لست محلل سياسي، لكن دعني أنتقل معك إعلامياً من تسلسل الأحداث. نعم. صحيح. لا أنا فاهم إعلامياً، لكن أنا أجاوب عن نفسي كأنا لست محلل سياسي. ليه؟ لأنه الإجابة هاي أعتقدها شقين، سياسي يعني ميداني ما حصل في غزة وإعلامياً رقمياً. الجميع فينا تابع تسلسل الأحداث من بداية العدوان على غزة. كانت المشاهد والمقاطع الفيديو والصور التي تصل إلينا من شهادات وروايات، من هول سقوط الصواريخ، من هول وقوع الأبنية والطوابق، من هول الجثث والأشلاء وإلى آخره. الآن بسبب زيادة وتيرة العدوان والقصف وغيره، تم قمع معظم الصحفيين في تلك المناطق، يعني لم يعد توفر الصحفيين كما بالفترة الأولى من الشهرين. نعم. الأولى من الحرب. لو أكيد بتلاحظي، وأنا متأكد أنه حضرتك ملاحظة، نوعية المشاهد اختلفت.
صرنا نرى أكثر في الجنوب حجم مش حجم الدمار يعني يعني ندرة الصور أو الفيديوهات التي كنا نراها في الأول. أعتقد إنه تم تسييرنا في خط في نقل المحتوى، يعني صار المحتوى يختلف بأقل حدة أقل دموية ما يصل من قطاع غزة. أعتقد بسبب طبعا مشاكل كبيرة بسبب الاحتلال والعدوان وقنص الصحفيين والاعتداء عليهم، بسبب عدم توفر الإمكانيات المتاحة للصحفيين كما الله رعونهم، من عدم توفر الإنترنت وانقطاعه بشكل مستمر، من عدم توفر الأدوات والمواد التي تساهم بذلك. لكن الفكرة أنه الشهادات الحية هبة، الشهادات اللي موجودة هناك أعتقد هذه أكبر قيمة ممكن أن نقوم بصناعة محتوى رقمي، بصناعة محتوى ثقافي، بصناعة محتوى وطني، بصناعة روايات مخيفة جدا. أعتقد هذا لابد أن يتم تأكيده وتصويره وتوثيقه بشكل كبير جدا. الأمر ليس يعني ليس سهلا، لكن أعتقد من أنواع المحتوى الذي سيكون له دور كبير بتأثير نفسي على سلوكياتنا على حياتنا على تعليمنا على الواقع، اللي هي الشهادات والروايات الحية اللي ستأتينا من قطاع غزة، مقاطع الفيديو التي لا نعلم عنها، في بعض البعض كان يصور ويعني ربما استشهد، ربما فقد أقارب، وربما حاول لم يصل هناك كميات حسب ما يعني أقرأ أو أتابع، هناك عدد كبير من الفيديوهات لا تصل للإعلام لأي منصة بدون ذكر أسماء أو تحيز. لكن تعرفي جدا أو تعلمين هناك قوانين وضوابط للإذاعات المهنية والفضائيات والتلفزيونات المهنية بالتزامها، لا يمكن اختراقها بعد يعني بعدم التوجه إلى يعني لابد أن يكون الحياد نوعا ما، وتعلمين كلامي بدقة بسبب الظروف اللي نمر فيها. نعم، يعني كل الاحترام على هذه التفاصيل وعلى هذه التوضيحات وعلى هذه قد تكون اعتبرها نصائح لمصنعي المحتوى ولناقلي الأخبار ومعيدي نشرها من خلال التأكيد على أنواع المحتوى الهامة خلال هذه الفترة الزمنية التي نعيشها. بالتأكيد نشكرك جزيل الشكر الباحث والمختص في الشأن الرقمي صدقي أبو دهير على هذا على هذه التفاصيل وعلى وجودك اليوم معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كنا وإياكم مشاهدينا الكرام، وهذه الإطلالة والصباحية وهذه الموضوع